المسافرين جاءوا للاحتفال بعرس السينما العالمية بمراكش ولملاقاة متتبعيهم من كافة الأعمار. من أهم المهرجانات، أنا بعتبره عالمي، بيعمل ميرجنج غير عادي بين الشرق والغرب، بين آسيا، بين أفريقيا، بين كل الكونتيننتس اللي في العالم. والشعب المغربي شيء عبقري ما حصلش، يعني في حبه للفن واهتمامه بالفن والفنانين من أعظم ما يكون. مراكش